يا اهلا وسهلا. طيب خليني اقول لكم المكونات على السريع. عندي هنا كوب كوسه، الكوسه حتخلي لي البراوني مره فجي، مره يعني قوامها حلو، وفي نفس الوقت حنستفيد منها. عندي هنا زيت جوز الهند، سكر جوز الهند، دقيق اللوز، شوكليت شيبس. عندي هنا بودرة الكاكاو، بذرة الكتان مطحونة وحطيتها مع شوية موية، ايوه، رشة ملح، بيكنج صودا وبس، وشوية فانيلا كمان حنحتاج. في حمام مائي ححط الشوكولاتة، عندي هذه الشوكولاتة شوية تماسكت، وححط معاها بودرة الكاكاو وزيت جوز الهند وأقلبهم لين ما تسيح معانا الشوكولاتة. خلاص بعد ما ذوبت الشوكولاتة ححط بذرة الكتان اللي هي بديل البيض، وأحركها مع الشوكولاتة وهي لسه على النار، أقلبها مرة كويس. في هذه المرحلة نضيف الكوسة المبشورة ومصفاية، لا تخلوا فيها الموية حقتها. خلاص نقلبها مع الشوكولاتة. نضيف عليها السكر، سكر جوز الهند. نقلب.